ابني عمل حادث بالليل مع غزال لم يره قبل أن يدعسه ومات، نعمل إيه؟ هل علينا إخراج أي شيء بدل هذه الروح؟ نقول له أولا، إذا كان الغزال مملوكا لأحد لازمه تعويضه. إذا كان الغزال ده صاده أحد الناس وأصبح في ملكه وصدمه صادم، يلزمه أن يعوض صاحب هذا الغزال. أما إذا لم يكن مملوكا لأحد فليستغفر الله عز وجل وليحتط في المستقبل حتى لا يزهق هذه الحيوانات البريئة بمحض العجلة والاندفاع في القيادة. في الباب حديث عمرو بن الشريد يقول: سمعت الشريد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله عز وجل يوم القيامة يقول: يا ربي إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة، إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة. وقد نهت الشريعة أن يتخذ شيء مما فيه الروح هدفا. ما ينفعش تتعلم التنشين والتصويب على حيوان به روح وتتعلم التصويب عليه، هذا من التعذيب الذي يسخطه الله ورسوله.